السلام عليكم ورحمة الله. أعزائي طلاب الصف السادس، اليوم رجعنا بدرس جديد اللي هو تكملة الإملاءات. أعزائي بالدرس الماضي أخذنا الإضافات، إضافات الـ EL والـ ER والـ IR والـ IM والـ UN والـ N والـ DIS، وعرفنا إضافة الـ IL والقاعدة مالتها والـ IR والقاعدة وهكذا البقية. اليوم إن شاء الله راح ناخذ رابعا بالإملاءات اللي هو درجات المقارنة. طبعا هذا الموضوع مو موضوع جديد عليكم، احنا سبق واخذنا هذا الموضوع، اخذناه بدرجات المقارنة. اذا تتذكر عزيزي لو ترجع للمحاضرات السابقة راح تشوف موضوع المقارنة بين الحاضر والماضي باستخدام الذان او الاز از. احنا اخذنا درجات المقارنة، اخذنا درجات المقارنة، هذا هو الموضوع اللي هو درجات المقارنة، وعرفنا شو راح يكون. وان شاء الله اليوم ايضا راح نعيد اعادة سريعة لكم على مود تعم الفائدة. اذا الموضوع الرابع اعزائي الطلاب، موضوعات املاءات الوحدة الاولى هو درجات المقارنة. مثل ما تلاحظ عزيزي درجات المقارنة، خلي نشوف. عندنا اولا الصفات التي تحتوي على حرف علة واحد. شنو حروف العلة عندك؟ اللي هي اما اليو او الاو اي او الاي او الاي، هذن حروف العلة. ضبط لي احنا اخويا الطالب، اليو او الاو او الاي او الاي او الاي، علما ان الحرفين اي حرفي العلة او اكثر في مكان واحد يعني من الصفة تعتبر حرف علة واحد. يعني من عندك حرفين علة أو أكثر بمكان واحد، يعني متساويات بصف واحد ما مختلفات، كل من المكان. يعني شنو كل من المكان؟ يعني تلقى حرف علة بعد حرف صحيح بعد حرف علة، هذا ما يعتبر بمكان واحد. إذا كان اثنيناتنا وثلاثتنا بمكان واحد هذن يعتبر حرف علة واحد. المثال على كلامي هذا، شوف كلمة كوايت، شوف هنا اكثر من حرف علة مكان واحد. عندك اليو هو حرف علة، بعده هو الاي حرف علة، وبعد الاي ايضا حرف علة. بهاي الكلمة وبهاي الصفة العفو عندك ثلاث حروف علة، هنا تعتبرهن الثلاثة اعتبرهن حرف علة واحد. زين، بغير كلمة عندك ايضا يعني اكثر من حرف علة راح تعتبرها فعلا هو اكثر من حرف علة. شوف مثل كلمة رومانتيك، عندك الاو حرف علة، يجي بعده حرف صحيح، يجي بعده حرف علة، يجي بعده حرف صحيح، حرف صحيح وحرف علة. هذا هنا حروف العلة موزعة باماكن مختلفة، هاي فعلا تكون الكلمة تحتوي على اكثر من حرف علة. اما هاي الكلمة اللي هسه قلت لك عليها عزيزي كوايت، هاي على الرغم من وجود ثلاث حروف علة لكن تعتبر كحرف علة واحد. ليش هاي تعتبر حرف علة واحد؟ لان في مكان واحد او بصف واحد ما موزعة. تمام، اذا هذا هو الكلام اللي قصده، علما ان الحرفين علة واكثر في مكان واحد هو اللي قصده، تعتبر حرف علة واحد. كما ان الحرف اي في نهاية الصفة لا يحتسب، وأن هذه الصفات نضيف إلها ER. مثال على كلامي، hard هاي الكلمة أو هاي الصفة تحتوي على حرف علة واحد اللي هو A، نضيف إلها ER تصير harder. كذلك fast تصير faster. quiet هاي اللي نقصدها بها أكثر من حرف علة ولكن بصف واحد تعتبر كحرف علة واحد، نضيف إلها ER quieter. safe هاي الصفة على الرغم من وجود حرفي علة لكن أنا قلت لك بالملاحظة حرف العلة الإيلي إذا جاء بأخير الكلمة وبآخر الصفة ما يعتبر، ما تحسب لأي حساب. هنا تعتبر هاي الصفة تحتوي على حرف علة واحد. safe safer. slow slower أيضا تحتوي على حرف علة واحد. إذن أنا كلامي كله الصفات التي تحتوي على حرف علة واحد نضيف لها ER. small smaller cheap، شوف هنا عزيزي احتواء هاي الكلمة على حرفين علة ولكن جني بصف واحد، يعني وحدة يم وحدة تعتبر كحرف علة واحد. then cheap cheaper. clean ايضا حرفين علة تعتبر كحرف علة واحد، لان جني وحدة يم وحدة بصف واحد. clean cleaner. تمام، اذا هاي الصفات اللي نضيف لها ER اللي تحتوي على حرف علة واحد. ثانيا
أن الصفة التي تنتهي بواي عند إضافة الإر نقلب أو نغير الواي إلى آي ثم نضيف إر. كلمة نويزي أصير نويزر، نقلب الواي إلى آي ونضيف إر. إيزي صفة منتهية بالواي تنقلب الواي إلى آي ونضيف إر. إذن الإيزي أصير إيزيار. شلون صارت؟ بس هاي الواي انقلبت إلى آي وصارت إيزيار. ديرتي ديرتير، فني فنيار. أيضا ثالثا أن الصفات التي تحتوي على حرفين علة أو أكثر ولكن في أماكن مختلفة. قبل شوية فهمتك شلون من الصفة، فإن هذه الصفات نكتب قبلها كلمة مور، احنا ما نضيف لها إيار. شو نسوي لها؟ نضيف قبلها كلمة مور. شوف هسه هاي كلمة بالفعل تكون تحتوي على حروف علة ولكن بأماكن مختلفة، يعني ما جاءت بصف واحد، مو حروف العلة وحدة يم وحدة، حرف يم حرف. شوف هنا كلمة رومانتيك، الأو حرف علة يم حرف صحيح، بعد الحرف الصحيح حرف علة، بعد حرف صحيح، بعد حرف صحيح، بعد حرف علة اللي هو الآي. إذن هاي فعلا هاي الكلمة تحتوي أو هذه الصفة تحتوي على حروف علة ولكن بأماكن مختلفة، إذن نقول عليها صفة تحتوي على أكثر من حرف علة. ما نضيف لها ER، نضيف لها مور قبلها، إذا نصير مور رومانتيك. violent، شوف كلمة violent الآي أو هن حرفين علة جايات بصف واحد، يعني تعتبرهن كحرف علة واحد تمام، وبعدهن جاي L حرف صحيح، وبعدهن جاي E حرف علة. إذا هنا يعتبر عندك هنا حرفين علة اللي هو هذني الحرفين الاي او اللي احنا اعتبرناها حرف علة واحد، وعندك الاي اللي هو حرف العلة الاخر. اذا كلمة violent بها حرفين علة نضيف لها مور، اصير مور violent. expensive ايضا عندك اكثر من حرف بهذه الصفة، اكثر من حرف علة بهذه الصفة، نضيف لها مور expensive. وايضا نفس الشيء ندرج على dangerous، نضيف لها مور dangerous. رابعا ان الصفات التي تنتهي بحرف صحيح واحد وقبله حرف علة واحد نضاعف الحرف الصحيح الاخير ثم نضيف ER. يقول لك الصفة اللي تنتهي بحرف صحيح ولكن قبلها حرف علة، انت ايش راح تسوي هنايا؟ تضاعف الحرف الصحيح بالاخير اخر حرف الضاعفة وتضيف ER. شوف كلمة عندك big شو تصير؟ بس تضاعف هنا جاي الضاعفة وتضيف ER، صير bigger big bigger. ولكن هنالك صفات تشد على هذه القاعدة، هنالك صفات تشد. كلمة good good شو تصير؟ تصير better، يعني ما مو good راح تصير gooder، نضاعف الدي ونضيف ER، لا هاي صفة تشد. good تصير better، well train تصير better train. عندك مجموعة أسئلة وزارية، مجموعة أسئلة وزارية تتعلق بالمادة. عندي الأسئلة الوزارية، انتبه لي عزيز الطالب، مطيك بالبكالوريا، مطيك big bigger زين. يقول لك funny وفراغ شو صير؟ راح تقول لساد funny صير funnier حسب شنو؟ حسب هاي القاعدة اللي احنا اخذناها. يا قاعدة هاي القاعدة اخوي الطالب، هاي القاعدة بها y، صفة تنتهي بواي نقلب الواي الى اي ونضيف اي ار. اذا الفاني اصير فانيير. ايضا فاز طبعا هنا جاي بال2014 دور الثاني. سؤال اخر جاي بال16 دور الثاني، مطيك بالسؤال فاست فاستر زين. ايضا نفس الشيء الفاني شو تصير؟ اصير فانيير. ليش؟ هنا بس مجرد الواي، هاي الواي بالاخير تنقلب الى اي ونضيف اي ار، يعني يعطيك يقول لك هسه هنا فاست فارزة فاستر. فهو ايش راح يقول لك؟ يقول لك زين الفوني شو يصير؟ ويعطيك فراغ. انت هنا الواي تنقلب الى اي وتضيف اي ار، اذا فوني يصير فونير. هذا الشكل بالاسئله الوزاريه عزيز الطالب.
عندك ايضا مثال اخر سمول سمولر اكسبنسيف. شو يصير؟ اشوف هنا هاي الصفه تحتوي على اكثر من حرف عله جايه باماكن يعني مختلفه، حرف عله بعد حرف صحيح بعد حرف عله، خلينا نشوفها مثل كلمه اي حرف عله بعدها حرف صحيح حرف صحيح حرف عله اي حرف صحيح حرف صحيح حرف عله، قلنا الاي بالاخير بنحسب لها اي حساب. اذا هنا عندك اكثر من حرف عله أماكن مختلفة بهذه الصفة، إذا شو نضيف لها؟ نضيف لها more expensive حسب شنو؟ حسب هاي القاعدة، حسب هاي القاعدة. إذا expensive more expensive big bigger dangerous more dangerous. ليش؟ لأن حرف علة حرف صحيح حرف صحيح حرف علة حرف صحيح حرف علة حرف علة، هاي اثنيناتهم الحرفين يعتبرن بحرف علة واحد حرف علة. وهاي حرف علة، إذا أكثر من حرف علة شو نضيف لها؟ مور، إذا نصير مور دينجرس. إذا درجة المقارنة بالسؤال الآخر يقول لك بيج بيجر فاني، شو تصير؟ أيضا مثل هذا فانير. إذا هذا الموضوع عزيز الطالب بالإملاءات هذا يختصر بدرجات المقارنة، شلون نضيف الإي آر وشلون نضيف المور قبل الصفات. إلى هنا كملنا الموضوع مال الإملاءات عزيز الطالب.